واحنا جاينا جوا باسواق زاخد جميله والتقينا باهلنا وناسنا هنا. صادفنا واحد من اجمل الشخصيات اللي موجوده بالمدينه، هو الاستاذ والصديق محمد فيصل. طبعا هو مو بعيد عن المجال، هو ايضا زميل في خريج معهد فنون جميله، ولكن ظروف الحياه راحت بي الى منحى اخر، وعنده مواهب الدفينه موجوده مع الناس وانس، حتى وقالت لي انت وجهك سينمائي لازم تشتغل وصوته كلش حلو، لكن ظروف الحياه اصعب من كل شيء. شرفتنا ونورتنا برنامج بينا هنا على قناه بي سي. انا اتشرف بيكم حبيبي. الله يحفظك ويخليك. استاذ محمد، سولف لي شلون البدايه صارت، انت شلون بديت مشوارك، شلون من دعمك يعني انه توصل الى معهد؟ كنت احب الفن يعني من كنت انا صغير، بعدين سبحان الله من كبرنا وتعلمنا، وهاي الظروف قست علينا حقيقة. من دعمك الأول كان والدك والدتك؟ حقيقة أنا كان عندي عم الله يرحمه، هو كان يدعمني بهذا المجال وتوفقنا، وبعدين سبحان الله صارت الظروف. يعني شنو الظروف اللي صار؟ الوالد تمرض وتقريبا الظروف يعني كانت أقسى من والدك. كان دعمك الأول والأساسي مشوارك؟ نعم خطيئة. نعم. أنت عندك إخوان طبعاً؟ أكيد. إخوانك كانوا داعمين وياك مادياً بعلاج الوالد وكذا، لو بس أنت تسوي خطيئة يعني. كانوا يعني يدعمون الله يرضى عليهم، ما كانوا يقصرون. الله يحفظك ويخليك. عندك أطفال طبعاً؟ أكيد أربعة. عندك أربعة؟ خليهم إليك يا ربي. شنو تشتغل هسه؟ حالياً شوفير. شوفير تاكسي. برافو عليك. شكراً. لازم الواحد يعني يطلع مثل ما يقول قوت يومه. قوت يومه. رشب دست خويك يا دافتة. شنو ترجمتها؟ شخص وقع بالماي اسمه اسود. قالوا له يا اسود اذا انت ما تسبح بحد ما يطلعك. حلو. فخطيه هو قام جازف وطلع. اريد اتمنى لك كل الموفقين واشكرك. اشكرك. وراح نوصل لختام اللقاء، ختام اللقاء هو عباره عن مثل. اكيد. هذا المثل اذا حضرتك حزرته راح نعطيك هديه للبرنامج. وانت اصلا وصلتني للمثل اللي اجى ببالي، مع ان كان ببالي غير مثل. بس هسه ليش شرحت هذا المثل؟ مثل يقول بالعربي ما يحك جلدك غير ظفرك. يا عيني علي. اشكرك. طبعا انا ما محتاج هي هديه، انتم الهديه بدول عمرك والطريق نسق البرنامج. اوصل هاي الهديه لشخص هو قريب عني ومحتاج اكثر من هدية. انا بس رؤيتكم كفايه. انت واسطه خير، وهذا الدال على الخير كفاعله. شكراً. وعاش سيدك وهذا الظرف ان شاء الله يوصل الناس اللي تستحقه. شرفنا ونورتنا بالبرنامج. ممنونين. واتمنى كل التوفيق، واتمنى مهما يكون كبر بيك العمر تلقى فرصتك بالفن. آمين. كل التوفيق. شكراً حبيبي. شكراً جزيلاً. شرف بيكم. شو رأيك نجول بالسوق؟ يلا تفضل.